مؤخرا لاحظنا واحد التغيير في المواد اللي كتعرض وكتباع، ولينا كنشوفوا بزاف كلمة بيو ومواد طبيعية، ما بين مثلا مواد جميل، المواد اللي كنستعملو كل نهار، شامبوان، دانتيفريس، كريم، حتى في الماكلة ولات هادي بيو وهادي ماشي بيو. والناس واحد شوية ولات تالفة، ولات مثلا كاين اللي تيقول هادي غير موضة وغادي تدوز، كاين اللي جرب مثلا مرة واحدة وقال لك ماشي شي حاجة، كاين اللي ديجا بدل المنتوجات اللي مولف كيشري ولا كيستعمل لي برودوي اللي بيو او لا اللي جاية من زراعة طبيعية. الو، اول حاجة خصنا نفهمو شنو هي هاد الزراعة الطبيعية ومنين كيجينا هاد البيو. الو، الزراعة الطبيعية كتعتمد على اساس على ان الفلاح غادي يحترم الطبيعة ويحترم الارض ديالو خلال ديك الزراعة، يعني غادي يختار واحد المنتوج او لا واحد المزروعات اللي غادي تحترم التربة ديالو، المناخ اللي هو عايش فيه، واهم حاجة انه كيراعيها وكيحيدها حتى الوقت ديالها حتى كطيب، ماشي قبل وماشي كيزرعها في اي وقت. حيت مثلا كنشوفوا فواكه او لا خضر اللي تتكون ماشي في وقتها، هذيك حتى الجسم ما كيستافدش منها، حيت الجسم نورمالمون كيمشي مع لا سيزون، مع الفصل اللي هو فيه. ايغالمون الفلاح فاش تيكون تيخدم ما كيستعملش لي برودوي كيميك، ما كيستعملش المواد الكيماويه، سواء في الاسمده، سواء باش يحارب الحشرات، سواء باش يحارب النباتات الضاره، يعني كيلجأ لداكشي ديال زمان، اسمده طبيعيه كيحارب الحشرات بالحشرات، النباتات الضاره حتى هي كيحاربها بطرق طبيعيه، وتعطيك وفي التالي تعطيك واحد المنتوج اللي هو صحي واللي الجسم ديالك غادي يستافد منه. كان شحال هادي تقدر تاكل نص كيلو ديال الدشان، غتاخد منه الاحتياج اليومي ديالك ديال الفيتامين سي. اليوم راه خصك يمكن تاكل واحد كيلو ونص، وعاد تشوف واش غتمتص منه ديك النسبة اليومية اللي انت محتاجها من الفيتامين سي ولا لا. الوغ هذا هو الفرق ما بين المنتوج اللي مصوب من بيو والمنتوج اللي ما مصوبش، اللي يعني ما محترمينش فيه المعايير الطبيعية. ولكن واخا هكاك تيبقاو بزاف ديال الأسئلة كيدورو على هاد الزراعة الطبيعية وعلى المنتوجات اللي كنلقاوها حنايا وكتعتبر جاية من الزراعة الطبيعية. أول حاجة خصكم تعرفوا هي أن داك الرمز اللي كتلقاوه في لي برودوي اللي كتعتبر جاية من لاغريكولتور بيو هي ديك AB. هاد اللوغو هذا اللي كتلقاه في الماكينه نورمالمون. الوغ مثلا انا كندير الفلاحه، غادي نمشي غادي نغيكلامي بانني كندير فلاحه طبيعيه، غادي يجيو بوندون 3 زون غتكون المراقبه على الفيرما ديالي 3 سنين. مور ديك 3 سنين فاش يشوفوا المنتجات، كيشوفوا الطريقه باش انا كنحرث الارض ديالي، الطريقه باش كنراعي دوك داك النبات اللي انا زرعت، والطريقه باش كنجنيه انسي دو سويت، والوقت وكنحترم دوك المعايير كامله، تماك فاش كيعطيوني اللوغو او لا كيعطيوني سيرتيفيكا انني كنحترم المعايير وكنعطي واحد المنتوج اللي هو طبيعي. يعني هذه واحد الحاجه اللي ماشي سهله. ولكن واخا هكا كتبقاو التساؤلات على مثلا واش غادي فريمون نثق في هاد المواد الطبيعيه، واش الثمن ديالها، خصوصا على الثمن حيت كتعتبر لي برودوي او المنتجات اللي جايين من الزراعه الطبيعيه اغلى من المنتجات اللي كنشريو عاده. الوغ باش نجاوبوا على هاد الاسئله وعلى اسئله واحده اخرى، اليوم غادي نبداو واحد البلاي ليست او واحد السلسله اللي غادي نخصصوها غير لهاد الشيء. الوغ عارفه كاين شي وحده اللي غيقول لك عافتني هي واحده اخرى مثاليه راسها، غادي تجي تبدا تقول لينا شريو هادي ما تشريوش هادي، لوحو هادي، خدو هادي. الوغ غير قبل ما تحكموا خصكم تعرفوا كو التخصص ديالي انا هو لو سامبيول. لو سامبيول بالعربيه هو علم البيولوجيا والصحه، كتقرا فيه بزاف ديال الحوايج، كاين التغذيه، لا نوتريسيون، الفارماكولوجي، البيوتكنولوجي، وزيد 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 وزيد. بطبيعه الحال قبل ما كدير التخصص كدير تقرا لي تروك بازيك فوندامونتال، يعني ما غاديش نهضر من فراغ، بالعكس غادي نعتمدوا على حوايج اللي هما علميين، يعني ديك الساعات غادي تتعلم تستهلك بلا ما تهلك في كل شيء، في المواد اللي كناكلو، في المواد اللي كنستعملو، كيف ما قلت الشعر ديالنا، البشره ديالنا، الجسم ديالنا، انسي دو سويت، كل شيء غادي نطرقوله.
بحيث حتى انا بشحال هذه قبل كنت بحال الاغلبيه ديال الناس، كنت مثلا كنشوف شامبون في الاشهار كنمشي نشريه، حيت يقول لك راه غادي يرد لك الشعر ناعم حريري، دوك التواشه ديال الاشهارات. كنت كنمشي لي غروند سيرفاس تنبقى نحل الشامبون ونشمو، الا عجبتني اللي عجبتني فيه ريحته، اللي عجبتني ريحته كنديه، عجبني الباكاجينغ ديالو، اللون ديالو، القرعه ديالو، تنشريه. ما كنتش نعرف راسي شنو كنستهلك، ما عطيت مثال غير بالشامبو. اي او فور اي ميزور ديال هاد لا كونسوماسيون، يعني ما حدني كنستهلك هادشي، وانا كنلاحظ بانني كان لا كاليتي او الشعر ديالي ما كيزيدش لقدام، وما كيبقاش حتى في الطبيعه ديالو، بالعكس كان كيزيد يتكفس، كيرجع للور، ها كيطيح، ها هو مزيت، ها هو طالع للسما، ها هو ناشف، انسي دو سويت. الوغ الهدف من هاد السلسله غادي يكون هو اننا نتعلمو نستهلكو بلا ما نتهلكو، كو ساسوا في الصحه ديالنا، كو ساسوا في الجيب ديالنا. علاش؟ حيت اليوم الا جيتي دير واحد الحساب بسيط، ديما غادي نبقى في الشامبو باش نعطي به مثال. مثلا انا كنت كنتفرج في شي وحده متبعاها في لي ريزو سوسيو، هي راها شاده الفلوس غادي دير لي واحد الاشهار على واحد لاكام، غتقول لك هاد لاكام راه عاونتني باش طول لي شعري، اولا عاونتني باش شعري ما يبقاش يطيح، اولا اولا، المهم كتحل واحد المشكل. انا على نيتي غادي نمشي غادي نشري هذيك لاكام، اوكي شريتها اون كام راه يعني شامبوان ولا بري شامبوان وداكشي اللي كديرو مور الغسيل واكثر التخربيق، يعني واحد لو بري اللي ماشي ساهل. راه الفلوس راه حنا ما كنلقاوهاش طايحه في الزنقه، راك تتمشي وكتضرب عليها تماره وكتخدم وشحال من حاجه عاد كتجيك ديك الفلوس، كتنوض كتخدم داك الشامبوان، نهار الاول كتشوف تيجيك واحد الاحساس زوين، مثلا شعري ناشف حسيت به رطب حيت هذاك الشامبوان فيه سيليكون، السيليكون تيغلف الشعر كنحس بانه رطب لي مزيان، هاد الشامبوان صدق. الوغ دوزي واحد الشهر اولا واحد 15 يوم اولا شحال ما بغيتي، شنو كنقولوا لا بلوبار دو طون؟ اغلب الوقت تنقولوا انا شعري غير كيولف لي شي شامبوان ما كيبقاش موالمو، ما كيبقاش يعطيني داك ليفي. هو راه ماشي شعرك اللي ولف الشامبوان ما بقاش عاطي داك ليفي، راه داك المواد اللي كتضر لك الشعر ديالك راك عاد شفتي وجهها الحقيقي، حيت في الاول هي كانت غير مغلفه لك الشعره ومهبطه لك شعرك، وكنتي كتحسي براسك راه فريمون هذاك البرودوي داك الوعود اللي كانوا كيعطيوك في الاشهارات راه حقيقه، ولكن الون تيرم مع الوقت كتشوفي ديك الساعات الوجه الحقيقي ديال هذاك البرودوي اللي درتي فوق راسك. وهذا الشيء كاين في كريمات الوجه، كاين في اي حاجه كنستعملوها، كو ساسوا داخليا يعني شي حوايج اللي كناكلوها، كو ساسوا خارجيا. وانا حنا ما كنتفاعلوش بنفس الطريقه مع كلش. نعطي واحد المثال واحد اخر، مثلا الماسك ديال الشوفان لي فلوكون دافوان، الماسك ديال الشوفان هو واحد الماسك نورمالمون تيقولوا صالح لجميع انواع البشره. علاش؟ حيت هو واحد الماسك اللي تيقاد البي اش ديال الجلده، يعني الحمض ديال الجلده كتقاد، كانت عندك ناشفه غادي تقاد، كانت عندك لا بوغرا كيتقاد، انسي دو سويت. ولكن ايماجين بان كاين الناس اللي عندهم بشره حساسه بزاف كيديروه ما تيستحملوش، رغم ما يمكنليش نقول انا هذا صالح لجميع انواع البشره، لا، بعدا كل واحد يعرف النوع ديال البشره ديالو شنو كيصلح ليها شنو ما كيصلح ليهاش. والله يعطيكم الستر البنات، قبل ما تنوضوا ترونوا شي روينه وديروها على وجهكم، بقاو على الاقل، هذا اضعف الايمان، انكم تحاولوا تستيوها، يعني ديروا واحد لا بارتي صغير هكا مور ودنيكم في هاد لا بارتي تحت الودن، اولا لا بارتي اللي ديال اليد فين كنديروا مثلا العطوره فاش كنجي مشموم، حيت هاد لي بارتي عندنا سنسيبل، الا حمرت او الا درت لك واحد لا رياكسيون غتعرفي راسك بان هذيك الخلطه اللي درتي راه ما صالحالكش. هذه بقاو ديما ديروها باش ماشي اي واحد يتفلى عليكم ولا اي واحد يدير لكم شي فضيحه في وجهكم في شعركم فاش ما بغيتو. اوكي سو هاد لا فيديو هذا كان غير باش كان بحال اون انتروداكسيون باش غادي نانونسيو البدايه ديال هاد السلسله هادي، كنتمنى انها تعجبكم وخصوصا تفيدكم وتنفعكم. الو غادي يكون عندنا فيديو كل سبت مع 6 العشيه.
كل سبت مع 6 د العشيه غادي يكون عندنا فيديو. والحاجه اللي غنطلبها منكم دابا هي انكم تخليو لي في لي كومونتير باش بغيتونا نبداو. فوالا alors c'était tout. Sinon, il a joué comme le contenu ou vous aimez, bref, vraiment, comme le fait. Maintenant, ça vous donne des likes, surtout, subscribe, abonnez-vous, ou partagez avec vos amis, avec les gens que vous connaissez, avec n'importe qui, et on se voit dans une vidéo nouvelle, inshallah.